جيب ميزه كيه ورك ايه جيب ميزه كيه ورك ايه طب قومي هزي قومي يلا بصي كده اوبا مش مصدق ان انت ما متش. لا مت يا وفاء، مت من دقيقة لما شفتك قاعد على حجر الراجل. اديني فرصة اشرح لك ظروفي يا جودة. انت ما تعرفش ايه اللي حصل لي بعد ما انت سبتنا وهربت. انا ما هربتش، انا اتغربت عشانك انت وابنك، ونصيبي رماني في معتقل زي ما رماني في سكتك الليلة. شو قدام حالك؟ قومي بيها شرفك يا وفاء. وانت بقى بعت ايه يا جودة؟ وانا حلت ايه عشان ابيعه؟ انا اخيرا ربنا بص لي بعين الرحمه. طب ما تبص لي انت كمان بعين الرحمه. انا مش ربنا، ربنا بس اللي قادر يرحم، لكن انا يا دوب نمله اتخلقت عشان اي حد بعدي يدوس عليها برجليه في حصى، ومهما تصرخ ولا تصوت محدش يسمعها، ما هي نمله. طب ما انا كمان نمله يا جوده، انا كمان نمله اتفعصت واتداست بالرجلين. بس الحمد لله، الحمد لله انك عايش. الوقت فين؟ عند خالي في الباب. خالك حسين؟ ما انا سالته قال لي انكم في الكويت. هو حسين اللي بيصرف على ابني؟ لا انا اللي بصرف على ابني يا جوده، انا بصرف على ابني واخواتي. اخواتك ضاعوا يا وفاء، اختي شغاله برقبه حمامه بتتاجر بالاسبوع عشان تصرف على اخواتك. لا لا، انا ببعت لهم 500 دولار كل اول شهر، وقبل ما اسافر كنت ببعت له 1000 جنيه. واضح ان العيله كلها عينه واحده. الواد انا هاخده يا وفاء، وانت شوفي لك اي نطع يمشي وراكي بالشنطه. جوده جوده، انا هرجع وهبطل شغل وهعيش خدامه تحت رجليك، ابوس رجلك يا جوده. ما ينفعش يا وفاء، اللبن بعد ما يتدلق في التراب ما ينفعش يتلم وتشرب تاني. انت طالق كده العلاقه اللي بيني وبينك انتهت، بس في علاقه تانيه عمرها ما هتنتهي، ان انت ام ابني، ام عيل ملوش اي ذنب ان امه تطلع لمؤاخذه. لا لا لا، ايه الدخله دي؟ هم عينوك رئيس مباحث العاصمه ولا ايه؟ لا، رئيس مباحث ام. لا لا لا، اقف يالا يالا، عيب يا جوده، انا زي ابوك. اقف يالا، ابويا انضف منك ومن عينتك بقى. انا بتبعتني وتقول لي الكويت والتطريز؟ ما تصحش يا جوده، وبعدين ما تنساش انك في منطقتي، يعني الحته هنا ممكن يقطعوك. واللي انا جايبهم معايا دول جايبهم ليه؟ تطريز؟ ها؟ أنا بقى هعلعك بلبوس وحلف بيك المنطقة كلها وأخلي العيال يزفوك. ما تسرحش يا جودة، ما تسيحليش وحات عينيك، أنا مش ناقص فضايح. أنا ما رضيتش أقول لك يعني إنها ترقص، لا تروح تعمل فيها حاجة كده ولا كده وتودي نفسك في داهية، أنا خايف عليك. حتى أمك. الواد فين يالا؟ الواد مين؟ الواد ابني. المصري فين؟ زمانه جاي، ده أنت لما هتشوفه هتتبسط بيه أوي، ده بقى واد كسيب. كسيب؟ لو أنت شغاله؟ الله، أمال سيبه يسرح مع العيال يعلموه الكل والبرشام. اه 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 اوكي، مصري جه. هتروح تعال سلم على ابوك. مصري؟ ابويا مصري. ابن حبيبي، ازيك مصري؟ كبرت يا مصري. ازيك حبيبي؟ لسه عايش؟ انت بجد ما متش؟ متش ايه؟ انت عبيط يالا، الواد طلع عبيط يخرب بيت امه. ما انا قدامك اهو يا حبيبي، خش في لحمك انا نايم. حبيبي يا ابني. ابويا وامي فين يا ابو؟ عايشه هي كمان ولا ميته؟ عايشه يا دي، والله العظيم عايشه، وهتشوفها ان شاء الله. انا تعبان قوي يابا، الدنيا دي وحشه قوي. هتحلو يا مصري، من النهارده هتحلو، دوام الحال من المحال يالا. تحلو ازاي بس يابا؟ من يوم ما سافرت العراق وسبتنا انا وامي، وانا مضيع عياط في عياط.
لغايه اما العيال سموني في المدرسه والحته العيوطي، ولا اما كان حد يضربني الاقي نفسي بعيط بعيط زياده على اي عيل. مش عشان الضربه بتوجعني، لا، عشان حاسس اني ماليش ظهر، ماليش اب يجيب لي حقي. خلاص بقى يالا، خلاص هتعيط ولا ايه؟ من بكره هترجع المدرسه وانا مش هسيبك تاني ابدا، ومحدش هيقدر يقول لك كلمه ولا يمد ايده عليك ولا حد هيضايقك ابدا، كله هيعمل لك الف حساب. بكره هتضحك يا مصري، مش هتعيط تاني ابدا. يعني بجد يابا هتعيش معانا وامي على طول؟ بص يا ابني، انت دلوقتي كبرت وبقيت راجل تقدر تفهم المسؤوليه. انا وامك اتطلقنا، بس انت انا مش هسيبك تاني ابدا. شو قلت لك يابا؟ الدنيا دي وحشه قوي. خلاص بقى يالا، خلاص من النهارده هتضحك، مش هتعيط تاني ابدا. قوم قوم يلا العب بالعجله. قوم استاذ كمال قطبي يا فندم. حبيبي وابن حبيبي. ايه يا عم الشغل العالي ده يا عم؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيمو ايه العسل ده؟ شغل عالي بجد يا عم. طب روح انت. لا رايح فين؟ استنى مش هشرب حاجه الاول يا عم؟ هتشرب كل حاجه، هات له شاي وقهوه وحاجه ساعه، كل اللي عندك. وميه معدنيه والنبي. كيمو يا عم ده شغل عالي عالي يعني، اللهم لا حسد ولا حقد، بس كده في اسئله كتير قوي. اسمع بقى، سيبك من كل ده، من دلوقتي انت شغال معايا هنا. شغال معاك هنا ايه؟ باشا، مدير، رئيس مجلس اداره. العب العب ايه؟ لا كده الموضوع ما يطمنش، افهم الاول وبعد كده نبقى نشوف. افهمك؟ اقعد ولا اقول لك؟ هنقعد هناك بعيد عن المكتب. يعني من الاخر دوبلير يا جوده. وماله؟ لازم ابقى انا البطل يعني؟ دوبلير دوبلير. بس انا اعرف ان هم بيجيبوا الدوبلير ده لما تكون اللقطه خطيره، خايفين على البطل، هينط من فوق سور، هيدهسوا عربيه، هياكل علقه كده يعني. يا عم المهم عيش، يعني انا كنت عايش، ما انا على يدك، طول عمري كنت عايش نمله. وخلاص دلوقتي بقيت ديب يعني؟ يا عم ولا ديب ولا حاجه، قول صرصار، قول فار، بصراحه اي حاجه غير النمله، لان ضيقت عليا قوي. بقيت مش عارف اتمطع فيها. لا انت شكلك هتتمطع على الاخر. بقول لك يا كيمو، تعالى بص. بص حتتنا من هنا كده شكلها ايه؟ بص. شكلها وحش قوي كده. اه، والناس اللي هنا بقى ساكتين وصابرين عشان تعرف قد ايه هم ناس طيبين. يا ابني بقول لك اشتغل معايا بقى، هتاكل الشاه، سيبك من الدروس الخصوصيه والهبل اللي انت فيه ده. لا يا عم انا مش هرفع ابقى دوبلير، خليني تحت مع الناس اللي شبهي. جودابي عايزك في كلمتين على انفراد. انفراد ايه يا عدلي؟ اتكلم، ده كمال اخويا. انت لازم تختفي دلوقتي حالا وبسرعه. اختفي يعني ايه؟ في ايه يا عدلي؟ معظم الصفقات اللي انت عملتها بيتحقق فيها مع الوزراء، الكل اتقبض عليه، ولازم تختفي دلوقتي حالا حالا. طب اختفي انت من قدامي، اختفي. يلا يا جوده، بقول لك كله بيتقبض عليه، انت ايه اللي مخليك دلوقتي؟ يلا يلا يا عم، ده خدتك عليك سودا، يلا بختفي. شوفي مين يا امان؟ فين جوده مصر؟ مش موجود يا باشا. عمل ايه؟ عمل ايه اخويا؟ طب في اسعد في الباشا، انا جميل جوز اخته. طب قدام انت وهي، انتوا ضيوفنا لغايه ما يظهر. يلا خير يا ابني؟ في ايه؟ دي انشراحه يا باشا، ام الوحيده وبتبيع بالشام. انت كمان يا حاجه تنزلي معانا.